مايا دياب تنفعل على المذيعة بسبب أصالة، ما بقبل تقولي هيك والموضوع مسكر من زمان، ما كشفته مفاجئ. أحيت الفنانة اللبنانية مايا دياب مؤخراً حفلاً غنائياً في لبنان بمشاركة دي جي أسيل، أطلت فيه بفستان من تصميم جون لويس صبحي من مجموعته الجديدة التي سيطلقها قريباً، فلفتت الأنظار بجمالها وأناقتها، كما أشعلت الأجواء على المسرح إذ قدمت أجمل أغنياتها وسط تفاعل كبير من الجمهور. وعلى هامش الحفل تحدثت مايا عن طبيعة علاقتها بالفنانة السورية أصالة، حيث نفت أي قرب أو صداقة تجمعها بها بالوقت الحالي، مشيرة إلى انتهاء صداقتها بها منذ زمن بعيد جداً. وفي لقاء مع عرب وود أكدت مايا دياب أنها وأصالة لم تعودا صديقتين، لافتة إلى أن هذه الصداقة انتهت منذ زمن طويل، والكل يعلم ذلك بحسب قولها. لافتة بالمقابل إلى أن صداقات كثيرة تجمعها مع فنانين آخرين في الوسط الفني، إلا أنها شددت على أن مواضيعها الشخصية والخاصة ليست قابلة للنقاش على العلن، وهذا الموضوع مغلق منذ فترة طويلة بحسب قولها. مع أصالة بطل في صداقة، في صداقات مع ناس تانين، مواضيع الشخصية والخاصة منا مواضيع. وخلال المقابلة انفعلت مايا دياب بسبب سؤال المذيعة عما إذا كانت تكره أصالة، فقالت: ما بقبل تقولي هيك، أنا بتمنى الخير لأصالة والنجاح والصحة، وهيدا الحكي ما بيطلع لا من عندي ولا من قلبي، وأنا ما بشوف الناس إلا بالحب. وفي السياق تحدثت مايا دياب في كواليس الحفل الجديد، حيث أشارت إلى أن الحفل في بيروت له طعم خاص، معبرة عن سعادتها في الغناء في لبنان بعد انقطاع لسنوات بسبب الأوضاع، وإعادة خلق الأجواء الفرحة والمميزة في هذا البلد. وفي الحديث أشارت مايا إلى أن اللبنانيين جميعاً يواجهون المشاكل عينها، ولكن الشعب اللبناني لا يتكرر، وهو يعرف كيف يعيش ويكمل حياته ويتخطى كل الأزمات والصعوبات التي يمر بها. هذا وأكدت مايا دياب تضامنها مع المواطن اللبناني بسام الشيخ حسين، لافتة إلى أنه بطل ورجل حقيقي من لبنان، متمنية لو أن الشعب كله يستطيع أن يحصل حقوقه وأمواله التي سرقها المسؤولون في لبنان. على سيرة سرقوا لنا المصريات، شفناك تضمنتي مع المواطن بسام الشيخ حسين وقلتي أنا بسام الشيخ حسين ونقطع السطر، أنت لو كنت محله كنت عملتي نفس الشيء؟ يا ريتني محله صراحة، هذا رجال حقيقي من لبنان، يا ريت كل الشعب بيعرف ينزل يفوت على البنوك، يفوت على بيوتهم، يفوت عند أصحاب المصارف، واللي أخذ عن جد اللي أخذ قرار بتخريج المصاري من لبنان، واللي اليوم عم بدق اللي باقي عنا من لبنان واللي رايحين على الذهب واللي مش رح يبقى لنا شيء. صراحة بسام بطل مش عادي. إيه وأنا من جهة أخرى علقت مايا دياب على موضوع انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، معتبرة أن المشكلة تكمن في أن هناك أسماء محددة ومعروفة ستخوض السباق الرئاسي، وهو أمر ترفضه، وتفضل أن يكون هناك أسماء جديدة، ممازحة في الختام بالقول: برشح نفسي لو كنت مارونيه.